اسمي طارق وهذه بلادي، أعيش فيها ويا ربعي، ربع الطفولة. كبرت أحلامنا مع بعض، ومع بعض نحاول كل يوم إن نقترب خطوة لتحقيقها. حياة مدينتنا صعبة، زحمة، ضجة، وشغل ما يخلص. الوقت يمر بسرعة، ويومي الويكند بعد يخلص بسرعة، وكل مشاريعنا روتينية ومملة وفارغة. مولات، كوفي شوبس، سينمات، التغيير مطلوب. وقراري من اليوم بعيد اكتشاف إماراتي. يا حسن مبكر، شرفت. كيفك؟ كثير مبكر يعني ريلا، بلشنا خلص. بلشنا لك، انا جايب مود ويكند، فما تخربي لي حياتي من الاول. هذا طبيعي عندك دائما. اسمعوني انتوا الاثنين، لحظه بدت الاضرابه والخناقه الحين. اسمعوني، انا زاقركم اليوم ابى اكلمكم في موضوع مهم. كلمنا يا اخي. نبى نسوي شيء جديد في هالويكند يا اخي، والله ملينا. كل يوم روتين 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 روتين، نبى نغير يا اخي، حتى مشاكلكم صارت روتين. انا بدي ويكند. انا الويكند حلو. والويك كان بجنن، احلى شيء بالعالم الشغل. بس انا معاك، انا بقول لكم معلومه واحده بس، بنسير العين. بنسير العين؟ نعم. انا عندي كثير ثقه كثير كبيره بطارق وتخطيط طارق، فاتوقع البلان حيكون 100%. انا بهتم بالترتيبات كلها. انتم ما عليكم الا تشلون بعماركم وتون العين عند جبل حفيد. اول باركن عند جبل حفيد الساعه 10 الصبح. ما بعرف شو محضر طارق ويحضر شو ما يحضر بصراحه، بس انا عندي مشكله واحده واللي هي صحي وبكير، فلنشوف. انا الليله ساير عند الاهل العين وبهتم بكل الترتيبات. ها قبل ما انسى، التون لابسين ملابس رياضه. رياضه. سيرتي للعين هالمره مش عشان ازور الاهل، عشان اتاكد ان حسان ورلا بينشون من وقت وبيون العين، وفوق هذا نكسر الروتين ونسوي شيء جديد. ديل؟ ديل، انا طيب. عندي ديل. يلا انا بترخص، عندي خطه بروح. خذني معك، خذني معك. صحتين. عندك طاوله كم تاخرتوا يا اخي؟ هينا بالطريق. طيب بسرعه بسرعه، يلا لا تتاخرون، ترياكم. اوكي باي. لازم تتاخر استاذ حسان، كسلك. بس لازم يعني خلاص. يعني انا اكثر شيء يعصبني يوم الواحد ما يحترم المواعيد، يعني يوم اقول الساعه 10 يعني الساعه 10. هلا نص ساعه 45 دقيقه ممكن هناك. شلي شو رايك مان؟ مان درجة حرارة 4 مليون برا، جايب لي بايسيكلز؟ يا ريال تعال. شلي يا ريال تعال. حسان والرياضة بكلمة واحدة ما بيجتمعوا، وطارق مني امبارح بعرفه حتى يعمل لي سبورت اكتيفيتي وسبورت بروجرام. انا او ماي جاد قلت بالاول انه بايكس انه جن شي طارق. انا اي نو ات لما قلت لي امبارح انه تلبس ثياب رياضة، اي نو ات انه في مصيبة رح تجينا. حسان شوف بتلعب اوكي، تلعب العصي بجنابك. بدك تلعب لي بايسيكلز؟ لا بتلعب، بنطلع من هنا نلعب بالنزله صح؟ لا نزله، مين قالك نزله؟ من هنا حبيبي، من هنا لقمه جبل حفيد.
نطلع على جبل حفيد بايسيكل. عم بيتخوت هذا اكيد. شو حسن؟ لا هذا سبيشال جايبين لك انت. ليه؟ أوكي. للناس اتكسر شويه جايبينه. بس زيحي جاهزين؟ يلا جو 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 يلا رولا يلا حسان يلا حرك. مش عارفه يعني هو كسله؟ وين راح؟ هيجي طارق. انا ذا ماكسيمم بلعب رياضه هي اني قاعد عم اتفرج على التي في وفي ميلك شيك بايدي اليسار وفي برجر بايدي اليمين. يعني كانت فكرة كتير حلوة، كان فيها تحدي، كان فيها تغيير جو، كان فيها مناظر حلوة شفناها، فبالعكس تغيير شكل وطبيعة. بس اغسل عن غبره. طيب شويه ماي خلينا من حساب. انا كمان اغسل وكشرب ماي. وانا اللي قاعد اتحرك وايد وبسرعه واروح وارجع لها اروح حسيت عمري عطشان فاقولها انت لا تشربين ماي عشان صحتك فشربت الماي عنها. شو هاي؟ شو عامل فيها هاي؟ سوري والله. طارق شرب ميته وميتي، يعني ما فكر انه انا بنت صبيه بدي انه هو فكر حاله رياضي وخلص ما في غيره، اللي انا بدي ماي لاوصل لقمه جبل حفيد. لوزر. لا ماي ولي ولي سياره وعلى قمه الجبل اول واحد واحلى ايس كريم لحسن. لا ماي هذا خليني بالسياره. تعال ابو الشباب ابو شيخ النكد شيخ النكد امسك 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 بالعالم. هذيل ربعي واعرفهم من زمان زمان واعرف متى بتبدا المشكله ولو ما حشت رولا عن حسان كان بين ضرب ضار. انت اترك لي انت شلت المي هيك هيك ولا راح نسال فيه يعني شو اسوي يعني قلت لك بوز نكد خلاص انت بعد يا اخي. طب في كرسي مساج مساج خلاص 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 ارتاحي قعدي اوكي ابعد انت ابعد هناك صح معلم مي حني. هلا حسان وطارق عملوا فيني ضرب فانا ما حمرق الطلعه بدون ما اعمل فيهم ضرب. والله ما يخاف عليك صراحه ما انت شايف الجو المنظر محلى. ايه طيب بجن اقول لك اعطيك بتاح السياره خليني اروح اجيب الكاميرا اروح شوي انبسط واشم هواء. شايف مات يابا بس روح واو. خلص اغراضك I'll leave you guys. بدي اروح على الحمام شربت مي لشبعت. خلني معك I have to go. انتوا اي روحوا ارتاحوا. انا بعد شربت مي وايد. رولا 5 minutes will be back. Take your time حبيبي.
واو كيف كان يوم؟ شو تسوي فينا؟ تطلع بالسيكل؟ تطلع بالسيارة؟ وبالأخير أكيد حسان وطارق بيعرفوا What goes around comes around. هلا بعد ما هلا هلا عم شو عن جد ما كنت متوقع قديش محتاج الحمام اليوم. كثير ارتحت صح؟ 100% دور المكيف؟ انتوا الاثنين لشو مرتاحين؟ اه محتاجين لشيء بدكم عضلات. وين راح؟ ابو الشباب ابو الشباب ابو الشباب اي طارق يا رولا رولا حدد ارموها بسكيتات روحوا فيها هلا لا عم تمزح سويها خلاص بس الناس لا اسهل من الطلق تعطيني بايك سريع أسهل؟ مبنشر على فكرة لا خذها خذها not funny رولا نقعت الخيانة فينا وروحت بس أحسن شيء سوته رولا أن خلت حسان وجبرته أن يسوي رياضة وينزل في السيكل هلو هلو هاي اهلا اهلا ام المقالب اخ بليز يا ريتك عملتي اوه ثانك يو ثانك يو ثانك يو ريتك عملتي هالمقلب من زمان عشان تفكي البوز كيف هلكتونا بس صراحه جود تشويس بحياتك ما تعيدها مره ثانيه بحياتك راح اعيدها وعقوبه لكم بكره It's my game. It's my way. Deal? Okay. Deal? Deal. Deal. يا أختي الرواء أنا. شيء رائع اليوم إن طلعنا قمة جبل حفيد بالسيكل وصراحة اليوم حققنا إنجاز وكان أحسن شيء سويناه في هالويك. السبب الوحيد اللي خلاني أختار المهمة تعيد بكرة إنه I wanna make sure إنه أنا ما راح أسحب كيف. أهم شيء حرقت كالوريز فبأكل أي شيء وأنا مرتاح.